السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلنا غادي في الطريق، دابا نديروا واحد غادي غادي وندير لكم هذا الفيديو هذا في الطريق هذه ونهضروا شويه. غادي نجاوب على واحد جوج كومونتيرات ولا ثلاثه الا بقيت حاضي. المهم جابت على الصويفه، درت واحد اش كيقولوا لهم ديك فاش كتسد اليساريات، وكانت بعيده شويه هذه البلاصه، هذه فيها تقريبا شي 20 كيلومتر تقريبا. المهم دابا انا راجع وغادي نهضروا شويه. المهم الاخ غادي نجاوب على واحد السيد قال لك على حساب بالنسبه للعيش ديال الدراري الصغار، اش من بلاصه في كندا هنايا كيعجبوا الدراري الصغار زعما يعيشوا، يعني لا ما خويا قبل ما تجي لهنايا شوف انت الولايه اللي غادي تقبل لك، اللي غادي تكون فيها حدود كبيره، بمعنى شكون اللي كتكون فيها حدود كبيره هي ديك الناس اللي ما كيبغيوهاش، كيكون واحد الولايات مثلا كيكونوا كنديين وما كيبغيوش يعيشوا بديك البلاصه، فهمت؟ اللي كيكونوا هما كنديين وما كيبغيوش يعيشوا بديك البلاصه، ولا مهاجرين ولا شيء، ولا مهاجرين كيعيشوا حتى كيتسموا مع راسهم كياخذوا اقامه دائمه ولا كيتجنسوا، هذيك الساعه كيمشي فين ما بغى. اما بالنسبه جاي الا هي عندك اقامه دائمه عارف راسك عندك اقامه دائمه ماشي مشكل، اختار الولايه ولا اختار اللي بغيتي نتايا، اختار اللي بغيت ما كاينش مشكل. ولكن هي وهي في نفس المطاف كاع ملي نهضروا اون جينيرال، راه شوف غير انت من الاحسن شوف شي بلاصه صغيره، خاصه ملي كيكون عندك الدراري. المدن الكبار بصراحه فيهم بزاف ديال المشاكل، اللي هما لا دروك، فيهم انت هما بحال داك الشكل ديال المغرب. واش بغيت تقارن لي انت ولا الجزائر ولا تونس مثلا مدينه صغيره مع مدينه كبيره؟ ما يمكنش، كتبقى فيها مشاكل، كتبقى فيها بزاف ديال هذا. ولكن اول حاجه بعدا كنهضروا في الناس اللي باغا تجي وماشي اقامه دائم، يعني شوف هذا هو لوسونسيال، يعني كتشوف ديك الولايه اللي ما كيجيوهاش الناس باش كتكون الحدود ديالك اوفر، يعني كيكون عند نقيط يعني كيبغيوك، يعني بهذا المعنى هذا، يعني ما يقدروش يخسروا واحد هو بغى يعيش في ديك البلاصه هذه، يعني كتنقيط ماشي عاد باغي تشرط عليهم انت باغي كذا ولا كذا. هذا هو اللي كاين، هذه من جهه. بالنسبه للدراري اخويا، هي فين ما مشيت كاين الرعايه بالدراري، الدراري فين ما مشيت كاينه الرعايه ديالهم، ما تخافش، هما كيرعوهم اكثر منك انت اللي باهم ولا امهم. هاد الناس هادو كيرعاو ولادهم كثار،